نظمت نقابة العمال لشركة أمانديس بشراكة مع عصبة الشمال لكرة السلة دوري رمضاني بحضور خيرة قدماء لاعبي كرة السلة بطنجة. فهذه المبادرة أولى اللي عطات الأكل ديالها الحمد لله. أنت شوف بحال اللي قلتو، شفنا تهامي حسيسن من جديد، شفنا عزيز بن حدو من جديد، شفنا أحمد قجاج من جديد، شفنا العرشي من جديد، شفنا مجموعة الأسماء من جديد. هاد الأسماء هذه ما خصهاش ينساها الركبان، لأن الشباب ديال اليوم كيعرفوا غير الفريق ديال اليوم، فبغينا نجمعوا هاد اللاعبين هادو باش نحاولوا إن شاء الله أننا نحاولوا نحافظوا على ديك المشعل ديال كرة السلة ونحافظوا على المستقبل باش حتى الأطفال اللي طالعين دابا يعرفوا شكون هما النجوم السابقين اللي عطاو من كرة السلة الطنجاوية واحد الإشعاع واحد الاسم ديالها. قررنا أننا نقيموا هذا الدوري باش نلموا الشمل ونخرجوا من بعض الخلالات والمشاكل اللي عندنا داخل الإدارة أمانديس، وباش يمكننا نكون نلم الشمل ونحققوا البرنامج اللي خططنا والوعود اللي وعدنا به العمال ديالنا. الدوري هذا بشراكة مع الاتحاد المغربي للشغل درناه بالمناسبة رمضان، واللي غادي يكون سنة إن شاء الله في الأعوام المقبلة، وغادي نزيدوا نكبروا ويكون عنده مصداقية. ونتمنى لكم شهر مبارك والسلام عليكم. في جو من الروح الرياضية ومحاولة لاسترجاع ذكريات الزمن الجميل، أجريت هذه المباريات على أمل أن يلتحق بركب الدوري فعالية أخرى في السنوات المقبلة.